السلام عليكم. اليوم جيت نمدلكم معلومه على السريع. على بالكم بلي نسبه الماء في جسم الانسان تتراوح بين 55 ل 78%، وينقسم الى الماء داخل الخلايا ونسموه الانتراسيلولار، وماء خارج الخلايا ونسموه الاكستراسيلولار. والنصيحه تاعي هاد الايام، بما انه راه نشهد ارتفاع درجه الحراره مستمر، ما تبخلوش روحكم بشرب الماء. اشرب على الاقل 2 لترات ولا 2 لترات ونص، ولا قادر توصل 3 لترات 3 لترات ونص، غير ما تبخلش روحك. اشرب الماء هذاك باش الكور تاعك ما يرجعش يستعمل الانتراسيلولار، مما ينتج عنه دي تروبل الميتابوليزم تاع الكور. في هذه ما تبخلش روحك. وللمزيد من المعلومات ما تبخلوناش بالمتابعة في انستغرام، في فيسبوك، ولا في اليوتيوب.